كيف فضح الذهب الأمريكان؟ لو بصينا على التاريخ الأمريكي هنلاقي إن الفيدرالي تأسس سنة 1913 بهدف واضح وصريح، وهو حماية البنوك اللي في الولايات المتحدة الأمريكية من الإفلاس، وده من خلال ضخ الأموال ليها. وهنا لازم تعرف إن الأموال بتطبع بدراسة شديدة، وبتتم تخطيط هذه الطباعة من خلال الذهب. مشيت الأمور كويس حتى توسع الفيدرالي بتثبيت الدولار عملة بديلة للذهب سنة 1944 من خلال اتفاقية بريتن وودز لتبدأ أونصة الذهب ب$35. ولكن النزعة الفطرية التي تملأ أي صاحب سلطة، وعلى رأي ابن خلدون أنه لا وجود لصاحب سلطة مطلقة لا يميل إلى نزعة الخروج من القانون، فالفيدرالي وفترة حكم ريتشارد نيكسون قام بطباعة مليارات الدولارات من غير تغطية ليها، ليصرح عام 1974 بأنه لا وجود لذهب يغطي هذا دولار. فترتفع سعر الأونصة خلال أقل من 3 شهور من $35 وحتى $750. وبيعلق على القصة دي تشارلز ويلن، مؤلف كتاب الاقتصاد عاريا، بأن الحكومة الأمريكية لما فر لها من أن الدولار بلا قيمة، ولهذا فهي لا تملك إلا حلين: إما أن تعترف بذلك علنا وتذهب حينها هيمنة الدولار، أو تحارب باستمرار مع قبول ضعف الدولار على المدى البعيد. والفيدرالي بيعمل على تعزيز قوة الدولار الوهمية من وقت للتاني، بس التعزيز ده مش هينجح باستمرار، وده لأن نجاح التعزيز ده بيعني قبول الخيار الأكثر سوءا.